شدة حمراء. كان في استقبال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لدى وصوله مطار مدينة غرناطة سعادة السلطان راشد الكيتوب سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مدريد وعميد السلك الدبلوماسي العربي. كما كان في الاستقبال معالي سيبستيان بيرث نائب عمدة مدينة غرناطة وسعادة جمال سالم الطريفي مدير عام الأمان العام للأوقاف بالشارقة وعبد الصمد أنطونيو روميرو رومان مدير مؤسسة الثغرة الثقافية بإسبانيا. وتبادل صاحب السمو مع كبار مستقبليه الحديث في صالة كبار الزوار وكان في مقدمتهم سعادة نبيل طالب معروف سفير فلسطين لدى إسبانيا وسعادة محمد الصحبي البصملي سفير تونس وسعادة محمد الفاتح الناصري رئيس بعثة جامعة الدول العربية في مدريد وكبار المسؤولين الأسبان وأعضاء سفارة الدولة بمدريد. ويرافق سمو حاكم الشارقة في زيارته لمملكة إسبانيا الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي ندل صاحب السمو حاكم الشارقة والمقدم سالم حارب قائد الحرس الأميري بالشارقة. وفي إطار دعم صاحب السمو حاكم الشارقة للمؤسسات الثقافية والعلمية والأكاديمية قام مساء يوم أمس بزيارة للمدرسة الأوروبية العربية العليا للإدارة والتي تعتبر أحد أنجح المشاريع المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والحكومة الأسبانية للوقوف على هذه التجربة الأكاديمية الرائدة والتي حققت نجاحات في إطار التواصل الأكاديمي والمهني مع المؤسسات العلمية العربية والأوروبية. وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مقر المدرسة في وسط مدينة غرناطة القديمة سعادة الدكتور حسن الراشد مدير عام المدرسة ومجلس أمنائها ومعالي سيبستيان بيرث نائب عمدة مدينة غرناطة وكبار المسؤولين الأسبان وجمع كبير من أساتذة الجامعات والمعاهد المتخصصة في علوم الإدارة. قام بعدها سموه بجولة موسعة في أرجاء المدرسة وأقسامها يرافقه الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي ندل صاحب السمو حاكم الشارقة وسعادة السلطان بن راشد الكيتوب سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مدريد حيث تعرف صاحب السمو حاكم الشارقة على الأهداف التي من أجلها دعا الاتحاد الأوروبي بإنشائها كما وقف سموه على ما تتمتع به المدرسة من مميزات وإمكانيات تقدمها للباحثين والمتخصصين في علوم الإدارة كأساتذة الجامعات ومدراء الشركات والمؤسسات العامة والخاصة في الوطن العربي والعالم الغربي. واطلع سموه في جولته بمقر المدرسة الذي يعتبر نموذجا للقصور العربية الأندلسية الأثرية العتيقة والذي قدمته الحكومة الأسبانية كمساهمة فاعلة لدعم هذا المشروع على البرامج البحثية والدورات التدريبية والخدمات الاستشارية التي تقدمها المدرسة في إطار ما تمنحه من درجات علمية في الإدارة وعلومها كالدبلوم العالي وشهادة الماجستير.
كما استمع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي من مدير المركز إلى شرح مفصل عن الإمكانيات والتجهيزات الحديثة التي زودت بها المدرسة كقاعات البحث والمكتبة المتخصصة ومختبرات الحاسوب وغرف المحاضرات وصالات الندوات والمؤتمرات المشتركة. وبمناسبة زيارة صاحب السمو حاكم الشارقة للمدرسة، نظم مجلس أمنائها لقاء تعريفيا بالمشروع باعتباره مشروعا نهضويا للتواصل العلمي والفكري في مجالات علوم الإدارة، حيث قدم سعادة الدكتور حسن راشد مدير عام المدرسة كلمة ترحيبية بصاحب السمو حاكم الشارقة، نوه فيها لجهوده المتواصلة في دعم حركة البحث العلمي والفكري على المستوى العربي والغربي، وريادة سموه لبرامج التواصل الحضاري والعلمي والأكاديمي بين شعوب العالم أجمع. كما قدم الراشد عرضا مفصلا بالحاسوب عن المدرسة ومناشطها وأفرعها المتعددة في العواصم العربية والأوروبية، ومن بينها فرع دولة الإمارات العربية المتحدة والذي يقع بقناة القصباء في إمارة الشارقة. بعدها ألقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي كلمة بهذه المناسبة جاء فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه البلدة منذ أن تأسست وهي قائمة على العلم والمعرفة، وفتحت أبوابها للدارسين من أوروبا في هذه البلدة، ونقلوا ما نقلوه من حضارة وعلم ومعرفة إلى مناطق كثيرة، وكله بفضل هذه المدينة. هذه المدينة إذا كانت في هذه الأيام تعيد بعضا من تاريخها في صورة هذه المدرسة، ما هو إلا عمل خير يذكرنا بالماضي الطيب الذي كان في هذه البلدة، حيث امتزجت ديانات كثيرة مع بعضها البعض، تسود أجواؤها المحبة والصدق والتفاني في العمل والإخلاص فيه. وإذا كان هناك توجه للحكومة الأسبانية أن تعيد هذه الذاكرة مرة أخرى، فهي تتمثل الآن في هذا التسامح الخير الذي نشاهده. ونحن نكن للحكومة الأسبانية وكل الشعب الأسباني كل المحبة وكل الصدق في تعاملنا معه. وإذا كان هناك في جميع أوروبا يتحسس مشاكلنا، فإنها هذه الحكومة الخيرة في أسبانيا تحس بنا قبل أن نتكلم وقبل أن نشكو لها، فهي تحس من واقع تراثها الذي امتزج بتراثنا في الأيام الأولى على هذه الأرض. نشكر الحكومة الأسبانية على إتاحة الفرصة لهذه المدرسة أن تكون في هذه البلدة، ونشكر كذلك هذه البلدة الطيبة وأهلها الكرام المتسامحين الذين يتفاعلون مع هذه المدرسة ومع المؤسسات الأخرى. نشكر ممثل المحافظ ونحمله التحية والسلام والتمنيات الطيبة للمحافظ في هذه البلدة. ومن جانبنا نحن ننظر إلى هذه المدرسة نظرة تفاؤل كبير، وهي جسر من جسورنا إلى الأمم الأخرى. ندعو الله أن يوفقنا لمثل هذه المدرسة في إقامة صداقات صادقة تتبنى العلم والمعرفة والثقافة، ونشارك العالم من شرقه إلى غربه بهذا التوجه الطيب. مرة أخرى أشكر الدكتور حسن الراشد على دعوته لنا بحضور هذه المدرسة، ولنا لقاءات سابقة، ولكن
لم تكن على هذا المستوى من الزيارات. نتمنى أن تتكرر لنا هذه الزيارة ونكون قد ساهمنا في بعض من حمل هذه المدرسة، ونعدكم إن شاء الله أن نكون أعضاء فاعلين معكم في كل المجالات. أشكركم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جانبه أكد معالي نائب عمدة غرناطة في كلمته على أن مقدم صاحب السمو حاكم الشارقة يشكل إضافة علمية وعملية، ويعكس صورة صادقة لمشاعر سموه تجاه المملكة الإسبانية وشعبها، مبينا أن مدينة غرناطة تبادل سموه الكريم والشعوب العربية كل المحبة والمودة والإخلاص. وفي السياق ذاته ألقى سعادة محمد الفاتح الناصري رئيس بعثة جامعة الدول العربية في مدريد كلمته التي ثمن من خلالها هذه الزيارة التي يقوم بها صاحب السمو للمدرسة ودلالاتها ومعانيها. هذه الزيارة لها معاني ودلالات كثيرة. أننا وإسبانيا، وأن رمز من رموز العالم العربي المتوقدة المستنيرة تريد أن ترتبط وتعمق الارتباطات والتعاون مع إسبانيا، الدولة الحبيبة إلينا جميعا، وهي دولة أكثر دولة في أوروبا وفي العالم لها تاريخ مشترك مع العالم العربي والإسلامي. يذكر أن المدرسة العربية الأوروبية العليا للإدارة هي مؤسسة علمية إدارية تهدف إلى تشجيع التعاون بين الدول العربية والأوروبية في إطار المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات عالم الأعمال، وكذلك بين القطاع العام والقطاع الخاص. وقد شهد الجولة سعادة جمال سالم الطريفي مدير عام الأمانة العامة للأوقاف، والمقدم سالم حارب قائد الحرس الأميري بالشارقة. وإذا كانت زيارة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للمدرسة العربية الأوروبية العليا للإدارة تساهم بشكل كبير في مد التواصل الحضاري والثقافي بين الشرق والغرب، فإن افتتاح سموه لمسجد غرناطة والمركز الثقافي التابع له هو ما ينظر له الأسبان المسلمون وغير المسلمين على أنه نواة ذلك التواصل والحوار بين الحضارات العربية والغربية. من مدينة غرناطة الإسبانية، البعثة الإعلامية المرافقة لصاحب السمو حاكم الشارقة. افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قبل ظهر يوم أمس الخميس المسجد الجامع بغرناطة والمركز الثقافي التابع له، بحضور رئيس إقليم الأندلس معالي أنطونيو مارتينيز كالير وسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والإسلامية المعتمدين لدى المملكة الإسبانية، وعدد من مدراء المراكز الثقافية وأساتذة الجامعات وأئمة وخطباء الجوامع والمساجد بإسبانيا. وبدأت وقائع حفل الافتتاح بوصول صاحب السمو حاكم الشارقة إلى موقع الجامع وسط حضور جماهيري كثيف من مواجهاء وأعيان مدينة غرناطة وسكانها، حيث زاد عدد الحضور على 1000 من الأسبان والجالية العربية والإسلامية. وصافح سموه كبار مستقبليه ثم توجه إلى حديقة الجامع حيث مكان الاحتفال الذي بدأ بآيات من ذكر الله البينات تلاها أحد أبناء المسلمين الأسبان. ألقى بعدها نائب عمدة مدينة غرناطة معالي سيبستيان بيرث كلمة بمناسبة افتتاح هذا الصرح الحضاري الثقافي العربي في قلب حي البيازين بمدينة غرناطة، والتي أشاد فيها بالخطوة الرائدة التي خطاها صاحب السمو حاكم الشارقة بإنشائه لهذا الصرح الحضاري ليكون منارة للتواصل والحوار. وأوضح أن هذا اليوم يعتبر الحدث الأبرز والأهم في المملكة الإسبانية بأسرها خلال هذه السنة، مشيرا إلى أن هذا الجامع والمركز يحتلان مكانة خاصة في قلوب الغرناطيين جميعهم.
واختتم السيد بيرت كلمته بإبداء استعداد محافظة غرناطة لتقديم الدعم والتعاون الكبيرين لإنجاح المهمة والرسالة السامية التي يقوم المسجد والجامع بأدائها. الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي والتي جاء فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الحضور، السلام عليكم وبركاته. Querido Padre, Alteza, Dr. Sheikh Sultan bin Muhammad Al-Qasimi, Excelentísimo Señor Alcalde de Granada, Excelentísimo Señor Presidente de la Diputación, Embajadores de los diferentes países, Autoridades, Señoras y Señores. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a todas las personas e instituciones que han hecho posible la inauguración de la Mezquita de Granada. Gracias por su esfuerzo, que al final ha conseguido hacer realidad lo que parecía un sueño. Vengo a Granada con la emoción de quien retorna a la tierra de sus antepasados. Todo aquí está impregnado por la presencia de una civilización, la musulmana, que ha dejado en España, en Al-Ándalus y en esta ciudad especialmente, la riqueza de su cultura, sus costumbres, sus monumentos y hasta su idioma. Desde muy pequeño he tenido una especial atracción por este país, lejano, pero al mismo tiempo tan cercano a nosotros. He querido aprender su lengua, una lengua en la que tantas palabras me resultan familiares. He querido entender a su gente, con la certeza de que en su carácter y en su sangre está una parte de nosotros, depositada lentamente a lo largo de 8 siglos. Me gustaría que en estos días de confrontación entre culturas y religiones, la inauguración de la Mezquita de Granada fuera una llamada de hermandad para todos. Y que cuando en el albaicín granadino se escuche la llamada a la oración, se interprete esto también como la llamada a la fraternidad. Muchísimas gracias. Wassalamu alaikum. ثم قام سموه وبدعوة من السيد مالك رويث بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية التي تسجل جهود سموه في دعم هذا المشروع تدشينا لبدء أعماله وأنشطته. قام بعدها سموه يرافقه سعادة السفراء العرب والمسلمين المعتمدين لدى المملكة الإسبانية بجولة شاملة في أرجاء المسجد الجامع والتعرف على مرافقه، حيث دخل إلى صحن المسجد ثم إلى المصلى الرئيسي ليؤدي سموه يرافقه الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي وكبار المدعوين ركعتي تحية المسجد. بعدها أكمل صاحب السمو حاكم الشارقة الجولة واستمع إلى شرح واف عن جماليات الجامع الرئيسي الذي جمع صورا من كافة أنماط فنون العمارة الإسلامية. المحراب نسخة مصغرة من محراب جامع قرطبة الشهير، أما رخام وواجهات القبلة فقد كانت مطابقة لتلك الموجودة في واجهات المسجد الأقصى، بينما كانت الشبابيك صورة أخرى من صور شبابيك المساجد العثمانية، كما عكست الأبواب صورا للمساجد المغاربية في فن النقش والزخرفة. وانتقل سموه إلى المركز الثقافي الإسلامي حيث اطلع على قاعات المحاضرات وقاعات المطالعة والمكتبة التي تتسع لأكثر من 10,000 كتاب. كما وقف صاحب السمو حاكم الشارقة على كافة جوانب ومراحل تصميم وإنشاء وتشييد المسجد الجامع بغرناطة، فقد التقى سموه بالمصمم المعماري للمسجد الجامع والفنان الذي خط الآيات القرآنية. وفي نهاية الجولة أدلى صاحب السمو حاكم الشارقة لقناة الشارقة الفضائية ولوكالة أنباء الإمارات بتصريح جاء فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، نحن سعداء اليوم أن نشارك أخواننا المسلمين الأسبان افتتاح هذا المسجد
الذي كان حلما لهم والذي توقف مدة من الزمن لأسباب عدم إمكانيتهم الحصول على المادة لإكمال البناء، وهم بذلك يشعرون أن لهم أخوة في الشرق يساندونهم في أفراحهم وفي أتراحهم. وهذه البلدة كما يعلم الجميع أنها بلدة إشعاع علمي، انتشر منها العلم إلى أوروبا، والآن لا بد من إكرام هذه المدينة التي لها الفضل على أوروبا كلها، والتي لها الفضل على كثير من العرب في كثير من المجالات العلمية. نحن سعداء أن يكون هذا المسجد وهذا المركز الإسلامي مركزا إشعاعيا للخير والتعاون في جميع المجالات، وليس فقط للعبادة، وإنما كذلك للتعاون في جميع المجالات الثقافية والمجالات الاقتصادية. ونأمل كذلك أن تكون هذه البلدة استقطابا، لتقوم باستقطاب جميع العرب والمسلمين لزيارتها، ليطلعوا ما قاموا به أجدادهم في هذه البلدة أو في هذا القطر كله. ونحن نلاحظ هذا التراث العظيم الذي تغنى به كثير من المؤرخين، ولكن الواقع هذا التراث موجود، يريد المحافظة عليه، يريد المحافظة على تراثهم، وهو تراثنا في الأصل. ولذلك ندعو كل الخيرين أن يساهموا في المحافظة على تراث الأندلس، ندعوهم كذلك لزيارة هذا البلد، وهذا البلد مضياف، ومعظم الذين فيه يحبون المسلمين ويحبون العرب، وكل واحد شاهدناه يكشف عن يده ويقول انظر إلى يدي، ترى الدماء العربية تجري في هذه العروق، انظر، وكأنهم يفاخرون بدمهم العربي. نتمنى أن يكون هذا المكان مكان استقطاب للخير للجميع. قبل سنتين كان العرب والمسلمون تنهال عليهم الكلمات الجارحة والطعن في الدين والطعن في عقيدتنا وانتمائنا، وتلك الفترة انبرى كثير من الذين يدافعون عن قضاياهم، ولكن بطريق خاطئ، وبدأوا يكيلون اللعن والسب والانتقاد، وهذه ليست من صفاتنا وليست من صفات الإنسان القوي الذي يستطيع أن يعمل، وإنما هذه كلها من صفات الضعفاء الذين لا يجدون طريقهم. ونحن هنا نقول أن يجب أن نسلك طريقا واضحا نصل به إلى قلوب الآخرين، نفتش عن المشترك بيننا وبينهم، ونقوم على التقارب في هذا المجال، ونترك الاختلاف جانبا، وإذا كان هناك فيه إصلاح للاختلاف نقوم بإصلاحه، وإذا تعقدت الأمور نتركه جانبا. ونحن هنا في هذه المحافظة في الأندلس بيننا وبينهم مشترك عظيم، وهو هذا التراث الذي هم يتغنون به والذي نتغنى نحن به، فلا بد أن نلتقي ولا بد أن نتعاون ونعمل من أجل خيرنا وخيرهم. ولذلك أنا شخصيا أفتش على كل مشترك بيننا وبين الآخرين، أكان في مجال الثقافة، أكان في مجال الفن، أكان في مجال العلم، أكان في مجال الإنسانية نفسها، كالتعاون في مجال المعاقين، كالتعاون هذا مجال، هناك مجالات أخرى وهي المؤسسات العالمية، فلا بد أن نتصل ونتعاون مع الآخرين من خلال المؤسسات العالمية، مؤسسات في الكشافة وفي المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات الإنسانية، وكلها مجالات خيرة نستطيع أن نتعاون من خلالها
ونستطيع أن نبرز للعالم مصداقيتنا ونزيح عن أنفسنا كل ما تلطخ على وجوهنا من ما أثاره الآخرون الحاقدون على هذه الأمة. نتمنى من كل عربي ومن كل مسلم أن يشارك في عمل يعيد لهذه الأمة خيرها ومجدها. شكرا. ومساء ذات اليوم استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بمقر إقامته بمدينة غرناطة معالي خوسيه توريس أوتادو عمدة المدينة، الذي قدم للسلام وتقديم شكره وامتنانه لصاحب السمو حاكم الشارقة على تكفله بإنشاء المسجد الجامع بغرناطة والمركز الثقافي التابع له. كما رحب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بعمدة غرناطة منوها سموه بالدعم الكبير والتعاون البناء الذي تقدمه الحكومة الإسبانية عامة ومدينة غرناطة على وجه الخصوص. كما تناول اللقاء آفاق التعاون الثقافي والعلمي بين جامعات الشارقة وجامعات غرناطة ومؤسساتها الثقافية والعلمية. وفي نهاية اللقاء أهدى معالي عمدة غرناطة لصاحب السمو حاكم الشارقة مفتاح مدينة غرناطة تقديرا لمآثر وجهود سموه الحضارية على المدينة، وبدوره قدم صاحب السمو حاكم الشارقة هدية تذكارية تراثية وهي عبارة عن خنجر عربي تعبيرا عن عمق العلاقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الإسبانية. حضر الاستقبال الشيخ خالد بن محمد بن سلطان القاسمي نجل صاحب السمو حاكم الشارقة وسعادة راشد سلطان الكيتوب سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مدريد وسعادة سيبستيان بيرث نائب عمدة المدينة والسيد عبد الصمد أنطونيو روميرو مدير مؤسسة الثغرة الثقافية بإسبانيا. تشهد مدينة غرناطة هذه الأيام أجواء من التواصل والحوار بين الثقافة العربية والثقافة الإسبانية، ولعل هذا ما يعيد لأذهان الأسبان شيئا من تاريخ وعبق هذا المكان قصر الحمراء. هنا تتردد دعوة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للتواصل الحضاري والثقافي الذي أصبح واقعا معاشا في المسجد الجامع بغرناطة. من مدينة غرناطة الإسبانية، البعثة الإعلامية المرافقة لصاحب السمو حاكم الشارقة.